السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوان الكرام في هذا الدرس الجديد من قناة اسلام للمعلومات ومن مدن محترف الكمبيوتر والمعلوماتية. ان شاء الله في هذا الدرس سوف نتعرف على طريقة يعني عمل روت لجهاز الاندرويد، يعني لمعظم اجهزة الاندرويد، والحل الاكيد لعمل روت بدون كمبيوتر. اوكي، اذا ان شاء الله كل ما عليك هو تحميل هذا التطبيق، ها هو اسمه يعني كينج روت كما نرى، وهذا التطبيق كما نرى ها هو. اذا كل ما عليك هو تحميله من الميديا فاير، يعني سارفع لكم تجد رابط التحميل اسفل الفيديو. اذا بعد التحميل بعد التحميل كل ما عليك هو يعني تثبيته عادي، ثم الدخول الى التطبيق كينج روت. الان بعد الدخول الى التطبيق انت لن تظهر لك هذه الواجهه هنا، يعني في اشاره الصحيح سوف تظهر لك يعني اسم جهازك، نظام الاندرويد الى اخره. بعدها سوف يكتب لك يعني هاي يعني اعمل روت لهاتفك. كل ما عليك هو الضغط على يعني العلامة التي في الوسط، ثم ثم يعني يبدأ الجهاز بعمل الروتر. يعني سيستغرق حوالي من 5 دقائق الى 7 او 8 دقائق لعمل الروتر، وهو كينج روت يعني افضل تطبيق في عمل الروت لهاتفك الاندرويد اخواني الكرام. يعني يعتبر يعني انا اقيمه 98% يعني من 100%، او اقيمه 9 من 10، يعني هو يعمل روت لمعظم اجهزه اندرويد القديمه او جديده الاصدار. والدليل على انني عملت روتر هو انني اصور بهذا البرنامج موبيزين، هذا الذي يحتاج الى روتر اخواني الكرام. وايضا عندما الدخول الى تطبيق كينج روت يقول لك روت سكسسفولي. اذا اخواني الكرام قبل ان انتهي اريد ان انبه لمن لا يعرف الروت، يعني ممكن عندما ان كان هاتفك جديد وعليه ضمانة يعني ستذهب هذه الضمانة، نعم سوف تذهب هذه الضمانة من هاتفك من قبل الشركة اخواني الكرام. ان شاء الله لا تنسى عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك، مدونتنا وقناتنا على اليوتيوب تجدهم اسفل الفيديو، والسلام عليكم.